وما تخلي البوتوكس والفيلر اللي معبي خدودك وشفايفك واللازم منه انه يشوه منظرك وخليكي انسانة تانية. سلام. الأنثى هي أيقونة الجمال في أي مجتمع أو حضارة، والاهتمام بالجمال والأناقة فطرة مخلوقة بداخلها، لهيك بتهتم المرأة بشكلها لتظهر جمالها الحقيقي، واعتنائها بجمالها ما بتطلب منها أكثر من الاهتمام. لكن لما بتحول هذا الاهتمام لهوس مبالغ فيه، هون بصير الموضوع مقلق، وممكن كمان إنه يتحول لمرض، فبتصير زيارة طبيب التجميل بشكل متكرر ودوري، وبتبلش عمليات التجميل بتغيير من شكلها، وبتتحول لست أو سيدة أخرى بدل من إنه تظهر جمالها الفطري. والسيدة اللي بتدخل بدائرة هذا الهوس أو المرض ما بتطلع منه بسهولة، اللي أحياناً ممكن يوصلها بنهاية الأمر للحصول على مظهر متورم وخالي من أي علامة من علامات التعبير. ومن أسباب تحول الاهتمام بالجمال لهوس اللي هو ضياع الجمال الطبيعي، حتى نقوم بتقليد النجمات ومشاهير التواصل الاجتماعي، ونسمع لآراء الصديقات بأنه احقني هون بوتوكس أو حطي هون فيلر لحتى يتغير شكل السيدة بشكل جذري وما بتعود تشبه حالها، وكمان الرغبة القوية في تغيير المظهر الخارجي لحتى نكون ماشيين مع خطوط الموضة اللي غالباً ما يروج إلها عن طريق المشاهير أو بعض أطباء التجميل ومراكز التجميل المشهورة. ومن هون بتيجي خطورة التسويق والدعاية لهذا الموضوع بشكل مبالغ فيه، ليتحول لأمر طبيعي موجود في بيوتنا كلنا، لدرجة إنه صرنا نشوف زيادة النزعة نحو التقليد والمحاكاة، لحتى الكثير من الحالات صارت بتشبه بعض في الشكل والملامح، وبطلنا نفرق النسوان عن بعض. أما عن مفهوم الجمال بحد ذاته فبيختلف باختلاف الثقافات والحضارات والبلدان، فبعض البلدان أو الثقافات بتفضل الأجسام النحيفة والنحيلة، وفي منها بتفضل المرأة الممتلئة أو السمينة، وبتصير مطلب أساسي في الحياة الاجتماعية كالزواج مثلاً. من بعدها بيسعى الأشخاص للحصول على الأجساد المثالية بهدف الجذب والقبول الاجتماعي بين الناس. وجود عوامل نفسية أيضاً بيؤدي دور كبير في انتشار هاي الظاهرة، منها قلة الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات بسبب التنمر والمعايير الأسرية الصارمة للجمال، واللي بتتمركز حول الشكل ولون البشرة والوزن وشكل الأنف وغيرها من التعابير في نظر الأهل أو الأصدقاء، واللي بدوره بيسبب شعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس. وما بدنا ننسى إنه لما بيفتقد الشخص وجود معنى وهدف في حياته بيتسبب بفراغ وملل، فبيلجأ للفت الانتباه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على مشاهدات عالية، واللي بيوصل هالتأثير للمراهقات اللي قد يترددن على عيادات التجميل فقط من أجل التقليد من دون أي وعي. وهون بيجي دور طبيب التجميل اللي عليه إنه يؤدي واجبه انطلاقاً من مسؤوليته ومعايير المهنة الأخلاقية في أي استشارة طبية أو إجراء تجميلي، بعيد عن الربح المادي اللي حالياً هو منتشر، واللي كل الإجراءات التجميلية أصلاً فقط من أجل الربح المادي، وبيقوم بتوضيح وشرح فيما إذا كان هذا الشخص فعلاً بحاجة لهذا الإجراء أو لا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للشخص ومعرفة الأسباب الكامنة وراء رغبته في الإجراء التجميلي والنتائج اللي ممكن هو بتطلع إلها أو إنه يوصل لها. التوعية في هذا الموضوع هي مسؤولية المجتمع بمؤسساته المختلفة، من وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتقدر إنها تأدي دور كبير من خلال إلقاء الضوء على ضرر عمليات التجميل والأشياء البشعة اللي ممكن تقول إلها. وما بدنا ننسى دور المؤسسات التعليمية وغيرها اللي بتعمل دايماً على تعزيز مفهوم احترام الذات وتقديرها بعيداً عن المظهر الخارجي. أما بالنسبة للمجتمع اللي كتير ما بيضع المرأة أحياناً تحت ضغط كبير لتكون جميلة، طبعاً بمقاييس ومعايير هذا المجتمع اللي إحنا ما بنعرف إذا كانت هي صحيحة أو لا، نتيجة اختلاف منظور الجمال في الوقت الحالي. لكن أنا بقولها لكل امرأة وسيدة، أنت جميلة كما أنت، من دون الحاجة لأنه تكوني نسخة من أحد أو تكوني نسخة مقلدة وبشعة من غيرك.
كتير حلو الناس يقولوا لك انه انت زايده جمال ومحلوه، بدل ما يقولوا لك انه انت متغيره انا ما عرفتك. والرائج بعالم التجميل انه متغير لانه موضه، وعند ما تروح موضه معينه راح تحسي انك غريبه مره ثانيه عن المعايير الجماليه المطلوبه في الوقت الحالي. هدف التجميل هو إظهار جمالك الحقيقي وإرضاء نفسك والشعور بثقة وتقدير أكبر لذاتك. كوني مميزة بجمالك الطبيعي وزيدي من ثقتك بنفسك لأنك حلوة وجميلة في كل حالاتك. لا تخلي هذا الهوس يدمر ملامح وجهك الجميل، وما تخلي البوتوكس والفيلر اللي معبي خدودك وشفايفك واللازم منه إنه يشوه منظرك وخليكي إنسانة تانية. وما بدنا ننسى إنه الدكتور الشاطر والماهر بشغله هو اللي بيهتم بإظهار جمالك الحقيقي مش تغييرك. أنا شادن صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي موجودة لينكاتها بأول تعليق. سلامات.